مع بريمير ليج يبقى مستمرا مع مانشستر سيتي وارسنال، والفوز على بورنموث بالنسبه لارسنال وولفرهامبتون بالنسبه لمانشستر سيتي علشان الصراع يفضل مكمل. الشعور ان سيتي اقترب كثيرا، طول ما الحسبه في ايد جوارديولا الموضوع بيبقى صعب، لكن بيفضل الامل عند الثانيه الاخيره، وكان كابوسا بصوت فارس عوض ده كان يعني حاجه بتقول لك انه مفيش حاجه مضمونه في بريمير ليج. كيف ترى المشهد بالنسبه لما تبقى من المباريات؟ انا اعتقد ان الموضوع صعب جدا 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 على ارسنال. يمكن احساسي ان المره دي ممكن المعجزه تحصل وانه مانشستر سيتي يتعثر، يعني ولو ان ده يعني شبه يعني اقول لك صعب جدا في منطق جوارديولا وطريقته وتعامله كمان مع الامتار الاخيره في الدوري في كل مره. لا هو بيكتسح في الامتار الاخيره فعلا، وحتى نتائجه بتبقى كبيره. انت شفت هالاند عمل ايه الماتش اللي فات؟ مش دي الفكره، الفكره انه انت ارسنال من كام سنة، احنا بنتكلم من اخر يعني جيل حقق البريمير ليج بالظبط لارسنال، ومفيش مرة انك تقرب بهذا الشكل. وكمان انه اعتقد انه ممكن تكون اخر سيزن لارتيتا مع ارسنال بالمناسبة. ليه؟ يعني ممكن ارتيتا ياخد خطوة تانية بعد غير ارسنال السيزن اللي جاي، حسب المعلومات اللي بتيجي من هناك انه من الوارد انه ما يبقاش مكمل. انا ما ظنش بصراحة، انا اتمنى رغبته هو ولا رغبه النادي راح تبقى رغبه مشتركه. لكن اعتقد انه يعني يستحق، لانه هو حتى ناس ممكن تتكلم على انه ارتيتا خارج من عبايه جوارديولا على المستوى الفني، لكن الحقيقه في فرق شاسع جدا ما بين الطريقتين وما بين حتى اختيارات اللعيبه عند جوارديولا وعند ارتيتا. والمجموعه اللي مع ارتيتا دي هي مجموعه من المحاربين، اللعيبه دي ما كانش حد متخيل ان هم هيوصلوا في المنافسه للمستوى ده. ممكن ناس كتير كانت واثقه في انه يورجن كلوب مع ليفربول انه هو اللي هيكمل وان هو اللي ممكن يوصل للمنافسه مره تانية مع مانشستر سيتي. اللي حصل انه المجموعه اللي مع ارتيتا كسرت كل توقعات الناس، واحده واحده وصلوا ان الفرق نقطه لصالحهم في الوقت الحالي، المباريات الكبيره كانوا افضل كمان بالظبط. وفي نفس الوقت كمان عنده تنوع، مجموعه اللعيبه هو ما فيهاش النجم الاوحد ولا الكلام ده، بالعكس هو مجموعه ممكن ما يكونوش عندهم نفس شهره الاجيال السابقه اللي كان فيها لعيبه تشاور عليهم بالاسم. صحيح. انت بتبقى عارف ال11 لعيب اللي موجودين اساسيين في ارسنال وعارف ان هم دول اللي يوصلوا ده في وقت ارسن فينجر، لكن دلوقتي انت بتتعامل مع مجموعه لاعبين معظمهم كمان اعمار صغيره، ما فيش اللعيبه الكبار ولا النجوميه الكبيره اللي تطغى على نجوميه الفريق. فهو ارتيتا عامل تجربه اذا خلدت بلقب للبريمير ليج هيكون انصاف من كره القدم جداً. لهذا المدرب وهذا الجيل من اللاعبين. ليفربول حاول كثيرا مع كلوب في نفس القصه، لكن برضو هي كانت مره فلتت مره وبعد كده خلاص بالظبط، لانه كمان انت بتتكلم فرق مباراه كمان لصالح مانشستر سيتي. اعتقد الحكايه بقى بنتكلم في ايه، في ارسنال باقي له مانشستر يونايتد ثم ايفرتون. لمانشستر سيتي عنده فولم، عنده اعتقد كمان عنده ماتشين كمان